اول حاجه هنبدا بيها هتكون دجاج سبايسي او دجاج حار. علشان نعملها معانا وراك فراخ، طبعا احنا شلنا كل الزوايد منها ونقعناها في السائل اللي بنعمله لها دايما، اللي هو ميه ساقعه، معلقه من الطحينه، معلقه من الجنزبيل المطحون، ورشه ملح، وليمون معصور، والليمون نفسه جوه معاها، وبندعكها بيه كويس جدا، وبندخلها الثلاجه لمده ساعتين. بعد كده بنطلعها نشطفها كويس قوي وننشفها كويس جدا. المقادير هتكون عبارة عن وراك فراخ وزيت زيتون، ملح وفلفل، هوت صوص، كمون، زعتر، ثوم بودرة. الخضار اللي هيتقدم جنبها هيكون عبارة عن كرنب أبيض مفروم ناعم، اللي هو الكرنب بتاع السلطة أو الكرنب الصيني، مش الكرنب البلدي بتاعنا. زبدة، ثوم شرايح، ملح وفلفل، كوسة، جزر، وفلفل حار. أنا حاطة طاسة وووك، الطاسة للفراخ والووك للخضار. فهدي هنا معلقة، سخنتهم طبعا، هدي هنا معلقة من زيت الزيتون وهنا معلقة من زيت الزيتون. أكيد ينفع زيت عادي ذرة، مفيش مشكلة. وهاخد معلقة من الزبدة ومعلقة من الزبدة. هاجي هنا هتبل الفراخ، ملح، فلفل اسود، ثوم، كل التوابل هديها للفراخ وشو ظهر. يعني انا بعمل دلوقتي اهو الجزء اللي فيه الجلد اللي هو هينزل الاول على الطاسة، ولما انزله هقوم مديه الظهر بتاعها نفس التتبيلة. بسم الله. على الناحية التانية زي ما اتفقنا هدي نفس التوابل بالظبط، اللي حطيتها على الوش الاولاني، واسيبها تتحمر. اجي بقى للووك اللي حطيت عليها زيت وزبدة، برضو هنزل بشرايح من الثوم عشان انكه الزيت والزبدة، هنزل الكوسة، هحط كل التوابل اللي عندي مرة تانية، ملح، زعتر، كل التوابل تاني معاهم، بقى الفلفل المجروش لو هتحطوه، مش هتحطوه تقدروا تحطوا بابريكا او فلفل طازة احمر. هسيبهم مع الكوسة، دي كوسة مش مسلوقة يا جماعة. وارجع تاني للفراخ واقلبها على الوش التاني اللي انا نكهته خلاص. قلبت الفراخ على الناحية التانية، هنزل عليها بالهوت صوص. هاخد لها نص كوباية مية، هغطيها واسيبها تستوي. اي غطاء، فويل، اي حاجة مش مشكلة، يعني المهم انها تتغطى عشان تستوي. نيجي هنا نشوف اخبار الخضار ايه.
طبعا الكرنب احنا فارمينه ناعم قوي الصراحه، كان المفروض يبقى شرايح اكبر من كده، فانتوا يعني اعملوه اكبر من كده، شرايح اكبر من كده. ادي الكوسه، ننزل لها بقى الجزر. الكرنب طبعا اخر حاجه هتشم النار، لانه هيشم النار شم، فمش هستعجل عليه. وبرده الجزر ده مش مسلوق، وده طبعا برده علشان انا مش بحب الحاجه تبقى أنا يعني مستويه زياده عن اللزوم. اللي حابب انه يسلقه الاول يعمل كده طبعا، مفيش اي مشكله. طيب دلوقتي الخضار استوى، هننزل عليه الكرنب ونقلب ودقيقتين وهنرفعه خلاص من على النار. نحطه في طبق التقديم الاول لحد ما الفراخ تستوي. ريحة الفراخ يا جماعة خطيرة، على الرغم من ان الوصفة يعني ما فيهاش مكونات كتير، بس الريحة هنا هايلة. هاخد وراك الفراخ اللي احنا سويناها، على الطبق بتاع السوتيه اللي احنا ظبطناه وجهزناه مع بعض. بالنسبة لصوص الفراخ انا مستحيل استغنى عنه، فسامحوني لازم اعمل كده، لانه هو ده اللي فيه النكهات وفيه البهاريز يعني زي ما بيقولوا. شوية كزبرة خضرة بحبها قوي مع الفراخ انا، بالذات اللي معمولة بالطريقة دي كده وهي سخنة. والليمون جربوها هتعجبكم قوي قوي ان شاء الله.